لا ابتعد عني. ماشا شخص غريب. جنى يا جماعة لقينا ماشا الحقيقية بحياتنا الواقعية وما بتصدقوا كيف شكلها. يا جماعة كتير كتير حلوة وعيونها كتير حلوين. عيونها زرق زرق. يعني ما بحدا بيصدق بالعالم انه ماشا تكون موجودة بحياتنا الواقعية لبين ما شفناها وجبناها لنفرجيكم اياها. بس بتعرفوا شو؟ جنى محضركم مفاجأة انه حتفرجيكم اياها دغري من بداية الفيديو. بس لازم تحطوا شو؟ عم دقلبك بدي ناطر حدا؟ لا انت ناطر حدا طلب دليفري يعني؟ لا انا ما طلبت، الساعة 3 الصبح عم بيطلب دليفري. طيب مين عم دقلبك بهالوقت؟ ما بقى انت ناطر حدا؟ اكيد ما ناطر حدا بهالوقت، مين بدي انطر؟ طيب يلا يلا جيب الكاميرا خليني اشوف يعني عم دقلبك. خليني خلينا نشوف عم دقلبك. ماشي خليكي هون. عشان نحن دقلبك بهالطريقة ما بعرف، انا استغربت صراحة. صارت الدقة بتخبط. شو؟ جاني اتصال غريب. شو؟ مين عم اتصل فيك بهالوقت كمان؟ شو عم بيصير اليوم؟ بودي 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 شو عم خليني تدق لي بهالوقت؟ طيب عم دق لي ارد عليه؟ اكيد بدك ترد علي. شو بدك تعمل؟ ما في هون تسويني ارد عليه. رد شوف شو بده. الو الو ايه بودي حبيبي كيفك؟ كيفك يا ميدو؟ كيفك كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. بس مانك من عادة تتصل فيني بهذا الوقت يعني عم دق الباب بدي افتح الباب. اسمع ميدو ما تفتح الباب اللي قدامك، اوعك تفتحه. انت متصل فيني كرمال لي ما افتح الباب؟ اسمع هلا انت بخير؟ طمنا عنك بخير؟ وجنى بخير؟ بخير انا وجنى. انت بخير؟ ايه بخير. شو عم تعمل انت رواء؟ لا رواء ما عندنا شيء. لك انا اتصلت فيك لحذرك بس عشان ما تفتح الباب. ما افتح الباب بودي، وضح لي. شوفي انت صديقي وحبيبي. يا خلص بس انت ما تفتح الباب. ما تفتح الباب يا اخي. خايف وانت عم تخوفني. يا اخي رد علي انت، ما تفتح الباب يا اخي ما تفتحه. انت متصل تحذرني ما افتح الباب؟ ليش؟ شوفي ليش؟ انا ما لي عمل شيء، انا زلمه بحالي عم بصور فيديو لليوتيوب. انا قلت لك اياه ما تفتح الباب يعني ما تفتح الباب وخلص. بودي بودي سكر الخط. على فكره في حدا غير اسمه بودي يحكي على الاتصال، هيك حسيت انا. بودي سكر. ايه غريب. طيب ليش عم بيقلنا ما نفتح الباب ميدو؟ ما بعرف بدي افتح الباب، انا ماني خايف من شيء. نحن ما لنا خايفين، نحن ايش بدنا نخاف؟ يعني متابعينا بظهرنا بحطوا لنا لايكات بكتبوا لنا كومنت، بدنا نعمل شيء بعد عم بدنا. نحن ما نعمل شيء غلط ما هيك؟ ما نعمل شيء غلط نهائيا. نفتح الباب ما تخاف من شيء، ليش نحن بدنا نخاف؟ انت خليكي هون دير بالك عم انشغل. عرفتي علي شلون؟ لبين هذا واحد اثنين ثلاثة. مين؟ مين؟ يلا قلنا مين؟ ما في حدا جنى، ما في حدا. كيف ما في حدا ميدو؟ صار ساعة عم يدق الباب. شو الهواء عم يدق الباب يعني؟ طب ما في حدا، اطلع لبرا اتاكد. اكيد طلع لبرا اتاكد، لكن مين عم يدق الباب كل هالقد؟ يلا رح اطلع لبرا اتاكد. ميدو شو صار؟ ميدو يا جماعة ميدو اختفى، ما ادري شو صار له. ميدو ميدو يا الله وين ميدو؟ انا ما نعرف انا وين ميدو. طب شو لازم اعمل؟ ميدو ميدو شو هاد؟ يا الله الشخص الغريب، مين هدول اللي معه؟ كانوا اشخاص غريبين. يا الله وين ميدو؟ يا عم يقرب علي، عم يقرب علي. يا الله شو بدي اعمل؟ ميدو 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 شو صار لك؟ ميدو ميدو احكي معي. ميدو 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 قوم، اجا الشخص الغريب. ميدو اجا الشخص الغريب. اجا الشخص الغريب. لك قوم ساعدني انت، قوم ساعدني. لك قوم اجا الشخص الغريب. يلا رد علي. يا الله لك ميدو ماني ميدو. قوم الشخص الغريب هون، قوم الشخص الغريب هون. يلا شو بدي اعمل؟ يلا 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 روح احمي ماشا، روح احمي ماشا. يا جماعة أنا ما استوعبت شو صار، إجا هاد الشخص الغريب وما بعرف شو صار وميدو ما بعرف شو صاير له. أنا هلا بس لازم الشيء الوحيد لازم أعمله إنه لازم أحمي ماشا، إنه لازم أحمي ماشا يا جماعة، لأنه إذا ما حميت ماشا ميدو رح يزعل مني كتير. يلا أنا كتير خايفة، شو لازم أعمل؟ أحسن شيء لازم أتخبى، لازم أتخبى. ماشا تعي انزلي انزلي ماشا، انزلي انتبهي انتبهي ماشا ماشا انتبهي ماشا. أمشي على الحمام، أمشي على الحمام يا ماشا. أنا خائفة كثيرا. ما تخافي ما تخافي، أنا معك يا ماشا. حسنا لا تتركيني. ماشا يلا يلا أمشي. يلا خليكي خليكي هون، خليني سكر الباب يا ماشا. روحي يا جماعة أنا رح أقفل الباب تمام، أنا كثير خايفة على ماشا.
خايفه كمان على ميدو، ماني عارفه شو لازم اتصرف. فجاه طلع هذا الشخص الغريب وهدول الاشخاص. انا خايفه يا جنى، ماذا يحدث هنا؟ انا خايفه جدا من هؤلاء الاشخاص. ما تخافي انا معك، انا رح احميكي. ماذا لو فعلوا بك شيئا؟ لا 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 ما تخافي، انا هون معك ورح احميكي وانا جنبك، تمام؟ ونحن كمان رح ننقذ لميدو. حسنا حسنا، ولكن ابقي معي ولا تتركيني. انا معك يا ماشا، ما تخافي. يا جماعة أنا كتير خايفة، وهذا الشخص الغريب ما بعرف شو جابه لهون وكيف صار كل هالموضوع، أنا ما بعرف. شو الصوت؟ ميدو شو عم يعمل لميدو؟ يا الله شو عم يعمل لميدو؟ لا بدهم ياخذوا ماشا، كيف بدهم ياخذوا ماشا؟ أنا لازم أتخبى منيح، ما لازم يعرفوا إنه أنا موجودة هون. انا ما لازم اطلع ابدا، ما لازم اطلع من هون، لازم انا كمان احمي ماشا، لان ميدو كمان عم يحميها. سمعانين شو عم يصير؟ سكوبيتو تواليت شو عم يعمل سكوبيتو تواليت هون؟ بعد عني عن ماشا، شو بدك مننا؟ كأنه صوت ميدو اختفى. أنا لازم أروح أحمي ميدو، لازم أشوف شو صار مع ميدو، ضروري أشوف شو صار مع ميدو. يا الله آه 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 آه. لا ابتعد عني، ماذا تريدون؟ ماشي يا شخص غريب، ساعديني يا جنى، ساعدوني هذا الشخص الغريب. ميدو انت بخير؟ وين اختفى الشخص الغريب؟ وين اختفت ماشا؟ انا حاسه حالي رح ادوخ. ميدو الشخص ما حملتيه، ما دخلني. انت ما حملتيه؟ انا حاولت. ماشا يمكن هن، يمكن لازم ننزلها تحت. كيف بدنا نقنع الدب انه نحن ماشا عملنا لنا شيء؟ ميدو شو قلت لك؟ انا رح ادوخ. صوت بعيد الحين. وين الصوت؟ لك جنى شو عم يصير؟ شو صار؟ وين اختفوا؟ كيف دخلوا بالحيط؟ شو صار؟ ميدو دخل من البوابة الملعونة. يا الله شو صار؟ يا الله